بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتب الوطني لقطاع النقل المزدوج بالمغرب النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. هذا الإضراب هذا اللي كناخذوه اليوم أمام عمالة تارودانت هو إضراب مفتوح. هذا الإضراب هذا كيجي بناء على واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كيعاني منها قطاع النقل المزدوج على مر السنوات. اليوم حنايا كنديروا هذه الوقفة، هذا الإضراب المفتوح حتى تحقيق الملف المطلبي ديالنا. حنا الملف المطلبي ديالنا ماشي شي حاجة غريبة، فقط نطالب بتطبيق القانون على الجميع. كاين هناك تمييز، كاين هناك تعسف على القطاع، كاين هناك سياسة صم الأذان وسياسة الكيل بمكيالين. حنا اليوم كنشوفوا الناس ديال سيارة الأجرة والناس ديال حافلات النقل بالجماعات كيخدموا في إطار واحد الفوضى. النقل المزدوج مطبق عليه القانون، واحد المجموعة ديال المخالفات اللي تسجلات، واحد المجموعة ديال البيرميات اللي تسحبات، المجلس مستمر في السياسة ديالو ديال الإقصاء والتهميش ديال هذا القطاع. كنشوفوا محطات اللي توضعوا في أماكن ما كتستجبش لا للتطلعات ديال المواطنين ولا الساكنة على حد سواء، كتفتقد الشروط ديالها الأمنية، ما كايناش الإنارة. هذه كلها أمور اللي زادت أجت الوضع وخلاتنا أننا نوقفوا في هذا الإضراب هذا اللي هو إضراب مستمر حتى تحقيق المطالب، لأن كاين واحد المجموعة ديال الاجتماعات اللي تعقدات، اجتماعات فاشلة، اجتماعات خاوية لا أساس لها من الصحة. أنا ما بقيناش كنتيقوا بالاجتماعات، حنا بغينا السيد العامل ينزل لأرض الواقع ويشوف هاد الرعاية هادو ديال سيدنا اللي واقفين. حنا موقفين مصالح ديال المواطنين، موقفين مصالح ديال العائلات، والناس راهما جالسين كيتفرجوا علينا، وحنا راه مستمرين في النضال ديالنا. وإن صمت الآذان وإن عجز اللسان على حل المشكل فلن تصعد في الايام المقبله. كذلك واحد المجموعه ديال الملفات اللي تمت عالقه هنا بعمله تارودانت، ملفات اللي طالبنا باللجنه الاقليميه باش نعاقد وتبت لينا في الملفات ديال الوصول ديال الناس اللي تسلموا الوصول ديالهم المؤقته ديال النقل المزدوج، وباقي ما خدامين ما هما جالسين، والعماله راه هي جالسه كتفرج من 2013، وحنا كنطالبوا ب يعني عقد اللجنه الاقليميه، وحنا اليوم في 2020 ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. حنا هاد الناس يتحملوا المسؤوليه ديالهم. حنا جينا لهنايا باش نطالبوا بالحقوق ديالنا ونطالبوا بهذا الملف حتى هو باش يدوز ان شاء الله، وكنطلبوا بهاد الناس كاملين اللي واقفين اللي هما راه واحد العادات، والساكنه حتى هي راه في الخطر، راه هما اللي كيفقوا العزله على العالم القروي. حنا كنخدموا مع المواطن، والمواطن ديال الباديه اللي عندهم الحاجيات ديالهم وعندهم الثقل عندهم، وحنا كنديروا مع الناس اللي هما المواطنين كنديروا معهم واحد التعامل اللي هي مزيانه. حنا كتجي المراه ولا راجل مع ولادها، حنا كاع ما كنتخلصوا من الدراري، حنا كنخدموا مع المواطن، وكنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا فينا ويحقوا لنا المطالب ديالنا. السلام عليكم، انا فعيله جمعويه من مدينه اكادير، جيت متضامنه مع هاد الناس هادو اللي داروا دوك القرارات باش يديروا لهم البلاك باش ما يدخلوش للمدينه هنا الفيلاج، والعالم القروي الناس راه مكرفسين فيه، وكل شيء كيتوقف على العالم القروي، كل شيء الفلاحه، كل شيء، اي حاجه كتجينا حنا من العالم القروي وهما مانعينهم. هادشي راه ماشي معقول.